انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف قوات الاحتلال وإجلاء العشرات من قطاع غزة لتلقي العلاج، حيث تقول الصحف العبرية إن قوات الاحتلال واجهت ارتفاعاً غير عادي في هذه الحالات المرضية، وقد أرجع الأطباء تفشي بكتيريا تشيغيلا إلى الطعام الفاسد وانعدام النظافة، حيث دأبت العديد من المطاعم والإسرائيليين إلى إرسال الطعام لجنود الاحتلال مجاناً، وتسبب بكتيريا تشيغيلا حالة من الالتهاب المعوي وإسهالاً شديداً وارتفاعاً في درجات الحرارة، ويبدو أن تفشي هذه البكتيريا سيكون له عواقب عملياتية، حيث سيكون أغلب جنود الاحتلال في هذه الحالات غير صالحين للقتال وقد يعرضون أنفسهم للخطر.